السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا طالب. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، يقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها المؤمنون، المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحرص على إصلاح المجتمع من حوله. المؤمن لا يقف عند حد ذاته ولا يكون أنانيا، والحق سبحانه وتعالى يمدح منزلة الدعوة إليه ويجعلها أحسن ما يكون الإنسان. فأشرف الأعمال للذي امتلأ قلبه بالإيمان أن ينقل هذا الإيمان إلى غيره. فالمؤمن يصنع الخير لنفسه وللناس، ذلك لأن خير الناس عائد إليه، كما أن شرهم لا بد أن يناله شيء منه. إذن أيها المؤمن، من مصلحتك أن يؤمن الناس وأن يسلموا، ومن مصلحتك أيها المستقيم على الصراط المستقيم أن يستقيم الناس. وأول عناصر الدعوة إلى الله تعالى أن ندعو إلى العقيدة السليمة ونعلنها خالصة بلا تردد، ونقول بكل فخر واعتزاز: إننا من المسلمين. ولنتأمل قوله سبحانه: ومن أحسن قولا. الحق سبحانه أراد أن يبين منزلة الدعوة إليه وفضل الداعية، والمعنى: لا أحد أحسن من هذا الذي يدعو إلى الله، ولا قول أحسن من قوله. يا مؤمنون، وأول داعية إلى الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل داعية من بعده يجب أن يأخذ من معينه ويسير على منهجه ويقتدي بأقواله وأفعاله وسلوكه. ولما كان الحبيب صلوات الله وسلامه عليه آخر الأنبياء والرسل، فقد ترك لأمته هذه الرسالة، رسالة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فخيره لم ينقطع بل ممتد في أمته من بعده.
خدمته لهذه الأمة أن جعل لها رادعاً من نفسها، جعل فيها فئةً باقيةً على الحق تكون المعوج وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، وسوف تظل هذه الفئة إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث الشريف: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقد بين الله تعالى أن الرسول سيشهد أنه بلغ أمته هذه الدعوة، وهذه الأمة بدورها ستشهد أنها بلغت دعوة رسولها إلى كل الأمم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولقد أجمع علماء الأمة على أن الإسلام من انتشر بحد السيف ومن انتشر بالقوة بقدر ما انتشر بسيرة المسلمين الطيبة وأخلاقهم النبيلة وما تحلوا به من تسامح وحب الآخرين، ولنا فيهم قدوة. الدعوة إلى الله مهمة كل مسلم ذاق حلاوة الإيمان وأحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. يا مؤمنون، إن الدعوة إلى الله تعالى شرف عظيم ومنهج كريم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإن حقا على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واتبع نبي الهدى وسار على دربه أن يدعو إلى ما دعا إليه، وأن يذكر بما ذكر به، وأن يعظ بما معه من العلم. فلعله بذلك أن ينال أعلى شهادة ويتفرد أفخم وسام ويدخل في من أثنى الله عز وجل عليهم، حيث قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنها أجور عظيمة وحسنات كثيرة وآثار مكتوبة مع عمل قد يكون قليلا ضئيلا. قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه الإمام مسلم. وقال أيضا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجوره شيء، رواه الإمام مسلم. والدعوة إلى الله تعالى صدقة جارية ماضية وعلم نافع وفضل من الله واسع، والمهتدون بسببها أبناء صالحون. ومعنى ينال الداعي إلى الخير من أجور من تبعه وما يدخل عليه من حسنات جزاء كل ما عملوا به من خير تعلموا منه، فإن له أجورا أخرى وبركات وخيرات تشمله وتناله من صلاة الله وملائكته
وأهل السماوات والأرض عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على أبعد من الناس الخير. رواه الترمذي. أيها العلماء، أيها الدعاء، ادعوا إلى الله على علم وبصيرة، وبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واصبروا وكونوا من أنصار الله، فإن ذلك سبب للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، وما دونه إلا الخيبة والخسران. أيها المسلمون، إن الدعوة إلى الله تعالى مسؤولية للجميع، كل حسب جهده وطاقته وقدرته واستطاعته وعلمه وفكره، دون إفراط ولا تفريط. وعلى الدعاء أن يكونوا مخلصين صادقين، وأن تكون أفعالهم ترجمة صادقة لأقوالهم، وأن لا يكون هدفهم من الدعوة إثبات الذات أو حب الظهور والشهرة أو مدح الناس وطلب ما في أيديهم. وعليهم أن يستحضروا دائما حديث أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، بالرغم من أن أعمالهم كانت صالحة وجميلة، ولكن الله سبحانه أحبطها ولم يتقبلها منهم. لماذا؟ لأنها افتقدت إلى الإخلاص والنية الصادقة، وخالطتها شوائب الشرك والرياء. والله تعالى يتبرأ من أمثال هؤلاء العلماء والمجاهدين والمتصدقين كما جاء في أحاديث كثيرة. يا مؤمنون، ليست الدعوة إلى الله مقصورة على من ارتقى المنابر أو وقف خطيبا أو واعظا أمام الناس، ولكن الدعوة إلى الله لها صور ووسائل متعددة في حياتنا، كل على حسب وسعه وقدرته. فإن كنت يا أخي المسلم صاحب مال، فكن داعيا إلى الله بذلك، وإن كنت عالما فكن داعيا بنصيحتك، بتربيتك لأبنائك وبناتك، بإتقانك لعملك، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعاملتك الحسن للناس، بتبسمك في وجه أهلك، ببرك لوالديك، وإحسانك لجيرانك، وتخريج كرم المكروهين، صفة بالدين والرفق والصبر والسماحة، وإياكم الغضب والانفعال، فليس هذا من خلق المؤمن الذي يقتدي في كل شأنه بما
الذي لم يكن فظا ولا غليظا ولا فاحشا ولا لعانا، انما كان صلى الله عليه وسلم صاحب خلق عظيم وادب جم، او كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعو الله وانتم مثل من الاجابه، ولا فوز المستغفرين استغفروا الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر القضيب، انك تقضي بالحق سبحانك وتعالى. اللهم انصر الاحسان وشوهج الخالق والطاهر. الحمد لله ثم الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله، والصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها المرامقون ببيت المقدس وأهلها في بيت المقدس، تعقيبا على الحملات المسرورة والانتهاكات الظالمة والاعتداءات المتكررة غير المسبوقة على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والأراضي الفلسطينية وقطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني، وردا على الحصار الظالم والخائب لنا ومحاولة فرض الصفقات المشبوهة والحلول الاستسلامية المذلة على شعبنا وعلى دولنا، من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وردا على المواقف الشاذة وأصوات النشاذ التي يصرح بها بين الحين والآخر من قبل المعادين لنا، سواء كانوا من أبناء جلدتنا أو من غيرهم، نقول ما قاله رب العالمين ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وما قاله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ايها المراقبون، ان كل شيء او كون من صنع البشر يمكن أن يتغير أو يغير، أو تخفى حقيقته أو تطمس معالمه، إلا ما قاله رب العزة في حق هذه البلاد المقدسة والأماكن الطاهرة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. نعم، إنه مسجد إسلامي بقرار رباني يا مؤمنون، وليس بعد بيان الله بيان، وليس بعد حكمه حكم، وليس بعد قراره قرار. ومهما حاول الجهلاء والسفهاء والمغرورون حجب ضوء الشمس او اخفاء معالم الحقيقه، فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا، وستفوق جميع محاولاتهم ومخططاتهم للفشل الكبير، وستتحكم على صخره صماء. هذا وعد الله، هذا وعد الله، ولن يخلف الله وعده. قال تعالى: بل نقضي بالحق على الباطل فيضمنه فإذا هو زاهق. أيها المرابطون، إن ما يتعرض له أهلنا في المدينة المقدسة وفي الأراضي الفلسطينية من الحصار والاستيلاء على المباني والمؤسسات وإحياء البيوت والمساكن وإخراج أهلها الشرعيين منها،
أو القيام بهدمها، بل وإجبار أصحابها على هدمها بأيديهم. يضاف إلى ذلك ما نشاهده يومياً من مصادرة للأراضي والقيام بتجريفها من أجل إقامة المستوطنات عليها، وما نشاهده من إقدام المستوطنين الحاقدين على فلع الأشجار وحرق المزروعات والاعتداء على أهلنا ومنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي في أراضيهم إلى غير ذلك مما هو معلوم للجميع. أيها المراقبون، أيها المؤمنون، إن هذه الأعمال وغيرها ما كانت تحدث لو كانت قدرتنا على قلب رجل واحد، وكان شعبنا بجميع فصائله وأطيافه متحدين ومتعاونين على البر والتقوى. لقد استغل الاحتلال تهافت أصحاب النفوس المريضة نحوهم والارتناء بأحضانهم وصرف نظرهم عن قضيتنا الفلسطينية، قضية كل عربي ومسلم، وتحويل جل اهتماماتهم بأمور جانبية والتركيز على حروبهم الداخلية التي كانت أن تأكل الأخضر واليابس، والتي أغرت جميع الأعداء في النيل منهم والاستخفاف بهم. إن المطلوب اليوم من الجميع الوقوف مع ذواتهم لمعرفة ما يجري حولهم وما يخطط ويكاد لهم قبل أن يستثقل الشر ويسقط بداوات الجرح، وعندها يتسع الفرق وينتشر المرض ويحصل الندم الشديد، وذات حين من دمه. أيها الفلسطينيون، أيها العرب والمسلمون، استيقظوا من سباتكم وأفيقوا من غفلتكم، وعودوا إلى تعاليم دينكم، واتبعوا هدي ربكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بيوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وأيضا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعبنا وتبيض بها وجوهنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم ارحم شهداءنا وشاهد جرحانا ومرضانا وفك قيد أسرانا وارجعهم الى ذويهم ساجدين غانمين. اللهم احفظ جسدك واحصر ومنسى. اللهم اجعل هذا البلد امنا طيبا سخاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم